جديد في هنا العاصمه. قبل ما نواصل نقاشنا واجابتنا على الاسئله اللي بيطرحها المواطنين حول مشروع تنميه محور قناه السويس، خلوني اقول لحضراتكم البيان الذي صدر من وزاره الداخليه المصريه حول حادث او الهجوم الارهابي او هجومين ارهابيين في منطقه الضبعه وفي الساحل الشمالي عند مارينا قبل ساعتين تقريبا. الداخليه قالت، صرح مصدر امني مسؤول بوزاره الداخليه، انه تم استشهاد ضابط واربعه مجندين مساء اليوم على يد مجهولين في تبادل اطلاق نار مع قوات الكمين المعين لتامين الطريق الساحلي بمنطقه الضبعه بنطاق محافظه مرسى مطروح. اذا فالشهداء عندنا ضابط شرطه واربع مجندين في كمين الضبعه اللي قلنا لحضراتكم عليه في بدايه الحلقه. واوضح المصدر اللي من وزاره الداخليه ان مجهولين يستقلون سياره قاموا باطلاق الاعيره الناريه تجاه سياره من قوه التامين، مما اسفر عن استشهاد الرائد اسمه طارق محمد سامح مباشر. الرائد طارق محمد سامح مباشر واربعه مجندين. كما واضح ان هم هجومين يا جماعه. ادي صوره الضابط الشهيد الرائد طارق محمد سامح مباشر، بطل جديد من ابطال الشعب المصري من ابطال الشرطه، بيستشهد اليوم مساء اليوم ومع اربع مجندين الرائد طارق محمد سامح مباشر. عزائنا لمصر كلها ولاسرته وذويه وكل اسر المجندين الاربعه ايضا الذين استشهدوا في هذا الهجوم الارهابي السافل. ده الرائد صورته اهي، الرائد طارق محمد سامح شهيد، سامح شهيد حادث الضبعه. ولاد زي الفل، شباب زي الفل. طبعا هؤلاء الشهداء الابرار دفعوا ثمن فرحه الشعب المصري كله النهارده، فرحتنا كلنا بالمشروع الجديد والمستقبل الافضل والعوائد اللي هيدخلها على الشعب المصري. كان لازم الارهاب المجرم الجبان الارهاب الاسود يدفعنا الثمن في مثل هذا اليوم يفسد فرحتنا، ولكن الشعب المصري، المواطن المصري، الشاب، المراه، الطفل، كلنا اعتدنا ان ندفع الثمن ونحن راضون، لان احنا دفعنا اثمان كثيره جدا ودفعنا تضحيات كثيره جدا لحمايه مصر ضد مستعمرين واحتلال وضد ارهاب وضد اعداء وضد كل حاجه في الدنيا. الشعب المصري وهذا الوطن اكبر بكتير من هذه المحاولات الخسيسه لافساد فرحته او ارهابه. قال البيان ايضا، بيان وزاره الداخليه، انه تم استهداف اربعه اشخاص يستقلون سياره الكمين الامني المعين على ذات الطريق. يعني واضح ان هم مجموعتين يا جماعه حتى الان، انه اربع اشخاص بيستقلوا الكمين، كان فيه اربع اشخاص على ذات الطريق امام البوابه رقم 6 لقريه مارينا، وقاموا باطلاق النيران تجاه الكمين، وتصدت لهم القوات الموجوده في الكمين وبدلتهم الاعيره الناريه، مما اسفر عن مصرع الجناه. ده كويس قوي. قوات الشرطة أو قوات الكمين تصدت عند البوابة 6، ده اللي بيفسر الشهادات اللي جات لنا على الهواء مباشرة في هنا العاصمة، اللي قالت إنه أمام بوابة 6 ما بين بوابة 6 و7 كان هناك إطلاق نار متبادل. استطاعت قوات الشرطة أو قوات الكمين من إنها تقتل جناة مش معروف عددهم حتى الآن، وجاري الآن طبقا لبيان وزارة الداخلية تحديد هويتهم. هذا هو ما حدث طبقا لبيان وزارة الداخلية، وهنشوف التطورات كلها مع بعض أولا بأول. نرجع لموضوعنا دكتور عصام خليل. من الناحية السياسية، يمكن الأستاذ محسن قال من ناحية جيوسياسية هناك رسائل محددة بأن مصر آمنة ومستقرة وبتدخل مشروع عملاق زي ده، وده ممر ملاحي دولي وهيكبر أكبر وأكبر، وبالتالي نحن مستقرون. الرسالة الآن، هذه الرسالة مغزاها إيه؟ و
ستؤدي لأي إحساس عام عند الشعب المصري؟ وكيف يمكن توظيفها سياسيا خلال المراحل المقبلة؟ خلينا نتفق الاول السمات دي، ان السياسه مش هدف، السياسه وسيله، وهي وسيله لرخاء الشعوب والنهضه بالبلاد. الناحيه الاقتصاديه مهمه، لانه خارجيا وداخليا، خارجيا العالم لا يحترم الا القوي. لو انا قوي واقتصادي قوي هيبقى لي قوى سياسيه خارجيه. على سبيل المثال الصين مثلا، الصين انغلقت على نفسها، بنت اقتصادها، بقت قوة النهاردة موجودة ومسموعة، والعالم كله بيخشاها وبيقراها صوت مسموع في كل مكان. إذا فهي خارجيا بتديني في السياسة الخارجية قوة غير عادية، داخليا بتديني استقرار سياسي، لأنه طالما الاقتصاد عني ابتدى ينهض، ابتدى يبقى في رسالة للشعب، أنه يمكن المرة الأولى من سنين طويلة الناس يكون عندها أمل وتحس أن الموضوع مش مجرد كلام لاستهلاك محلي. لا، هذا زي ما حضرتك كنت بتقول أنه بدأ التنفيذ قبل الإعلان. فموضوع هذا الموضوع هيعمل نقلة اقتصادية هيحس بيها، هي من المشاريع اللي هي بتؤثر على كل طبقات الشعب، الطبقات الفقيرة، الطبقات المتوسطة، وحتى أيضا الطبقات الغنية والمستثمرين، لأنهم هيجدونهم مجال الاستثمار ومناخ خصب يقدر أنه يستفيد من هذا. الجزء المهم كمان في الجزء السياسي، أو دور، خلينا أذهب إلى دور مثلا الأحزاب السياسية في هذا الموضوع. يعني إيه دور اللي ممكن تقوم به في مدار التنمية؟ مهم جدا أن الأحزاب تبتدي تشتغل على وضع مشاريع للقوانين، مثلا مشاريع قوانين الاستثمار من الآن. إيه اللي يضمن حق المواطن المصري في هذا الاستثمار؟ لأنه الشعب المصري بقى عنده حساسية لموضوع كلمة الاستثمار والمستثمر. فإزاي احنا نحط القوانين بأسلوب مبسط بحيث ان الشعب البسيط يقدر ان هو يدركها، ويقدر ان هو يطمئن ويعرف ان المستثمر اللي جاي ده مش جاي ينهبه او يسرقه، ولكن في قوانين بتحمي مصالحه، وايضا بتدي امان للمستثمر ايضا عشان اديله اغراء. في نقطة، طبعا احنا معانا الخبراء الاقتصاديين، في نقطة بس مهمة جدا، توقيت هذا النشاط. توقيته مهم جدا لأنه لو بصينا لخريطة العالم نجد أن المستقبل في العالم موجود أساسا في أفريقيا. حتى أمريكا النهاردة ابتدت توجه، عاملة مؤتمر لأفريقيا لأنه بيسموه التريجر بتاع المستقبل. فكون أن أنا هبتدي أعمل موضوع لوجيستي في هذه المنطقة هيتبني عليه في المستقبل. أنا بحلم أن يكون في خطوط قطارات سريعة للنقل إلى أفريقيا، لأنه يبقى الاستثمار كله هيبتدي يتنقل من الفار إيست وهيتنقل إلى أفريقيا. فبلا شك في أن هذا يعتبر مشروع عملاق جدا. نقطة تاني مهمة الحقيقة احنا عايزين بس ننوه ليها، ان هذا الموضوع في موضوع لوجستي وفي موضوع مهني وحرفي. انا نفسي ان احنا نكون مجهزين برنامج تعليمي للكوادر اللي تشتغل في اللوجستيات. يعني ان انا لازم في المرحلة الجاية اربط التعليم باحتياجات العمل. يعني انا نفسي بتمنى مثلا، واحنا بنرتب ده دلوقتي، ان احنا نعمل بالظبط، ان انا اعمل برنامج تعليمي واطلع بيه كوادر، معاهد مثلا تتولاها جامعه قناه السويس، بحيث ان بعد 3 سنين يبقى عندي كوادر تعرف تشتغل بحرفيه في موضوع اللوجستيات، بحرفيه في موضوع السفن والحاويات. يبقى انا لازم المشروع مش بس التمويل، ولكن الموارد البشريه لازم ان انا اعدها، دي مهمه جدا. طيب ما تيجوا عشان برضو الساده المواطنين والمشاهدين، حضرتك مريت عليها وقلتها فكره الاسهم، انا هستفيد من ايه؟ تعالوا نشوف بس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته ايه النهارده عن مساله الاسهم، عشان نفسرها للناس ونقولها لهم بشكل مفصل اكتر. كل المصريين يبقى سهم وسند للمصريين، سهم وسند للمصريين، هما اللي يدفعوا ده، وتتحط الضوابط اللي تخلي السهم ده ملوش حل غير مع المصريين. يعني المالية والتخطيط
يبقى هو ملوش حل غير المصريين. تتحط ضوابط لسه، ده احنا بنتكلم لما بنتكلم في 80 مليار، يعني احنا بنتكلم في 70 مليار او اقل او اكتر، يبقى السهم ده احنا محتاجين 500 مليون سهم، قلنا 100 جنيه للسهم مثلا و100 دولار للسهم للمصريين اللي في الخارج مثلا لو عايزين يشتروا بالدولار، وكمان للولاد اللي او الشباب اللي في الجامعه والولاد اللي في المدارس والبنات نعمل لهم سهم ب 10 جنيه نعمل لهم سهم ب 10 جنيه عشان كل واحد في يوم من الايام يقول انا كان ليا نصيب ان انا كان ليا نصيب ان انا ساهمت في ده. ففي المشروعات اللي هي خاصه بالقناه وحفر القناه وملكيه القناه دي للمصريين. للمصريين صح، هو ده الكلام الواضح والكلام الصح، وسهم وسند وضوابط اتكلم عنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز اسال الدكتور عبد المنعم سريعا بس عشان وقتي يعني دقيقتين كده، معناها ايه سهم لما انا مواطن اسمه سيد محمد عباس يملك سهم بيملك سهم تمام. وراح دفع 100 جنيه لسهم و10 جنيه لابنه و10 جنيه لبنته تمام. يعني ايه بالنسبه له؟ ايه الضوابط اللي اتكلم عنها السيد الرئيس؟ تمام، السهم هو جزء من ملكيه الشركه، يعني احنا هننشئ شبكه مساهمه مصريه ديت هتبقى المنوط بيها اداره والاشراف وتنفيذ عمليه قناه السويس او قناه السويس الجديده، وهيكون هذا السهم جزء من ملكيه راس المال الشركه. تمام. يعني زي سهم اي شركه، انا مساهم او شريك بنسبه في هذه الشركه. لو راس مال الشركه دي مليار او 100000 جنيه وانا املك 1000 اسهم ب 1000 جنيه، يبقى املك مثلا 10% او 1% او 1% او تمام. اي حاجه يبقى ده السهم. السند، السهم ده بقى له ما له وعليه ما عليه. يعني ايه؟ يعني الشركه كسبت انا باخد ارباح، الشركه خسرت بتحمل الخساره زي اي شركه مساهمه، زي شركه مساهمه تمام. موجوده سواء في البورصه المصريه او خارج البورصه تمام. المصريه. طب السند العكس. السند دين على الشركه، التزام على الشركه، ملوش علاقه بنشاط الشركه، حققت ارباح او عدم أرباح. لم تحقق ارباح، ولكن هو محدد بفائده معينه يتحصل عليها سنويا، يعني سند بقيمه 10% سنوي. يعني يبقى اخر المده يجي تيجي. اظن السندات مقصوره على الشركات، الشركات مش هي اللي بتصدر. لا اللي بتصدرها شركات ولكن ملكيتها ممكن شركات او اشخاص. تمام، دي سند يعتبر دين لدى شركه قناه السويس. بالظبط، اخر المده بتاعت السند ده مدته سنه. هاخد قيمه السند زائد فوائده، زائد الفوائد المحدده على الساق بتاع السنه. تمام، ولكن احنا بس عشان نبقى الامور واضحه، جمله واحده. ممكن مواطن عادي ياخد سند، يمكن ده ما يعتبر دين. دين، وفي مواطن هو دائن للشركه او دائن للشركه تمام، في مواطن يبقى مساهم للشركه سهم. تمام، كمساهم تمام، له ما له ارباح وعليه ما عليه من خسائر. بالظبط تمام. طيب جمله بس اخيره اتفضل هقولها. اتفضل. احنا عشان بس يبقى المشروع محطوط في نطاقه الطبيعي، لابد ان يكون هناك دراسات جدوى محدده وواضحه المعالم تقول والله ربحيه الشركه ايه؟ ايه الاعمال اللي هتقوم بيها؟ ايه الربحيه بتاعتها؟ ليه؟ ده كان سؤالي للاستاذ محسن. ليه بقى؟ لسبب بسيط جدا. لا استاذ محسن هيتكلم باستفاضه عني بكثير يعني هو استاذنا. لكن انا بقول كده ليه؟ انا النهارده لما اجي الم اسهم او ملكيات من الشباب ومن وده واحنا الاعمار موجوده في مصر بوفره والعدد السكان ما شاء الله، لكن احنا كل ده يلم كام؟ 2 مليار 3 مليار. انا عايز اجيب 60 واجيب من ناس عاملين بالخارج، لكن انا النهارده لازم اقول له والله انت لو حطيت فلوسك في البنك هتاخد 8.5% 9%، ولو اشتريت عندي السهم هتاخد 15% او 20%، يبقى انت المشروع انا بيربح. يبقى في دراسه جدوى ونشاط اكتتاب محدده وواضحه وعملها بيوت خبره ذات قيمه تمام، تقول والله انا السند او السهم هيكسب قد ايه وفي مده قد ايه وهيتم استعادته في قد ايه وعوده راس المال في قد ايه. طب استاذ محسن السؤال برضو يمكن الدكتور عبد المنعم اتكلم عنها، لانه انا متاكد والساده المشاهدين قاعدين قدامنا دلوقتي بيقولوا طيب انا هحط سهم تمام مع الحكومه. لا لا هحط سهم مشروع اقتصادي في مشروع اقتصادي. طيب نقطه مهمه. طيب هل ارباح الشركه دي، انا عايز افهم انا كمان تمام، هي بتيجي من مرور السفن؟ ما هي دي بتاعت الدوله
لا هي هتيجي رسوم مرور السفن ولا من المشروعات الاقتصاديه اللي في المحور نفسه؟ لا هي هتيجي المشروعات الاقتصاديه اللي في المحور نفسه. يعني يعني عشان الناس تبقى فاهمه بكل بساطه. لا لا يعني انا يا جماعه لما احط سهم مش هاخد من مرور السفن دي بتاعه الدوله، ده مجرى ملاحي ملك ملك مصر كلها. لا أكيد. لكن المشروعات المشروعات اللي هيتم انشاء. ثم خلي بال حضرتك في حاجه، في نقطة حتى الفريق مهبة ميشو بيتكلم كان بيوضحها. المشروع بتاع تنمية قناة السويس هي مشروع عام، هيكون فيه أكتر من مشروع فرعي، والدكتور يمكن عبد المنعم استعرض الموضوع ده في كلمته في الأول. أنت النهاردة هيكون عندك مشروعات كتير، هيكون عندك مشروعات إنشاء مواني دي ممكن تعمل كشركات. عندك مشروعات تانية متعلقة بمناطق لوجستية ممكن تعمل كشركات. عندك مشروعات متعلقة بزي صحراوي وتنمية سياحية هتعمل كشركات. كل ده يتعمل كشركات وكل واحدة فيها تطرح. الشكل دوت هو اللي هينمي الآلية، هو ده اللي هيخلق ده. النقطتين بقى الأساسيين في الحكاية دي، أولاً البنية التشريعية اللي موجودة عندنا تسمح فعلاً وبشكل سريع جداً بإن أنت تطرحها للمصريين فقط، وتقدر كمان مش كده وبس وتحدد حد أقصى نسبة الملكية. ما تقولش إن واحد يتجاوز حصته نص في المية أو الشركة ما تتجاوز 1%. صحيح. القوانين اللي موجودة بالنسبة لأن الأسهم دي تطرح لمصريين وتتداول لمصريين فقط موجودة دلوقتي. ده اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي الضوابط. بالتأكيد الشركات النهاردة اللي بتعمل في سيناء لا يسمح بشرائها أو بالاستحواذ على أسهمها من أجانب إلا بضوابط مشددة جدا. فكرة طرح المشروع منذ تأسيسه في البورصة موجودة، والبنية التشريعية النهاردة تم تعديلها وسمح بذلك، بس ده هيكون في اطار تقديم دراسه جدوى زي ما الدكتور عبد المنعم قال، وتقديم برنامج زمني موضوع والكلام ده كله، ويتم طرحه للناس. الاليات اللي طرحت النهارده هي اليات جيده جدا، واكد مره ثانيه انها هتوسع قاعده المشاركه الشعبيه، هتعمل تمويل رخيص، هتخلي الناس تحقق عوائد استثماريه حقيقيه، لان هو مش بيدعموا الدوله، هو بيدعم استثمار شخصي بالنسبه لهم. صحيح. يعني حضراتكم بحكم انكم خبراء اقتصاديين كبار تنصحوني انا شخصيا ان انا اشتري اسهم؟ انا اتمنى انك تكون اول مساهم منك، بس انا هسبقك فيها. كلنا كل الشعب المصري هيساهم ان شاء الله، هيشتري اسهم، علشان مش بس هنساهم، مش هنكسب بس ارباح، بعد كده هنساهم في بناء بلدنا. تاكيد انتماء. دكتور عصام انا اسف الوقت دهمنا. لا لا. بس ايضا ممكن نسال سؤال هنا، هو ليه هذا الاداء السياسي والاقتصادي والتخطيطي العالي جدا اللي احنا بنتمنى انه يسود في كل حاجه مش موجود في الاحزاب المصريه؟ ما هو ده اللي احنا بنطالب بيه، ان اصبح بعد متابعين التحالفات والخناقات والمشاكل والصراعات. دي عايزه حلقه، دي عايزه حلقه، دي عايزه حلقه، دي عايزه حلقه. بس ليه الناس بتسال ليه النخبه في الاحزاب والقوى السياسيه مش ماشيه مع يعني عايز اقول لك الروح. طيب انا هتكلم علينا يعني انا يعني كحزب مصريين الاحرار احنا يمكن ما بنحبش نتكلم كتير، لكن بنشتغل على التوازي في حاجات كتير جدا غير قصه الانتخابات وغير البناء الحزبي. هقول لحضرتك حاجات صغيره سريعه عشان احنا برضو في مفهوم جديد لازم عند الناس اللي هو عنصر الوقت، وده يمكن سياده الرئيس اللي بيحاول بيقول بنقفز مش بنمشي ولا بنتحرك. فاحنا مثلا على سبيل المثال بنشوف ايه احتياجات حاجتين، احنا عندنا مثقلين قوي بثلاث اربع حاجات. التنميه يعني موضوع ممرات التنميه، احنا من ست شهور عملنا بروتوكول مع المؤسسه المصريه لمحاور التنميه اللي كان متميز الدكتور فاروق الباز باعتباره انه احد مؤسسي حزب مصريين الاحرار في الجزء التنموي ده. مهتمين مثلا بحاجه ثانيه، احنا عاملين حاجه مشروع احد الشابات عندنا اسمه التثقيفه او التنشئه الوطنيه، وكانت فكرته بالتعاون مع وزاره الداخليه انها بتجيب الاطفال من 8 ل 10 سنين وبتاخدهم وتزورهم مراكز الشرطه واكاديميات الشرطه والدفاع المدني والمرور عشان تخلق عندهم الجزء الوطني. بنعمل دلوقتي مشروع 100 مسرحيه في 100 قريه للارتفاع بالمستوى الثقافي. احنا شغالين على محاور كتيره. جزء بس اخير، سيادة الخبراء الاقتصاديين اتكلموا ناحية أنا هستفيد إيه من العائد، لكن أنا عايز أقول للمصريين في حاجات كتير قوي أهم قوي أنا هستفيد ماديا إيه. هي هستفيد كتير لأنه هذا المشروع له بعد أمني غير عادي، هيحيي لي سينا بالكامل، وطول ما أنا ابتديت أعمل إعمار في سينا وسينا ابتدت يحصل فيها تنمية بشرية إذن فأنا آمن. هترتد كل ده بالدورة الاقتصادية، وابني هيلاقي شغل، وابني هيلاقي شغل وهعيش آمن بدل ما نشوف المناطق اللي حوالينا. ففي الشرطة اللي احنا بننعيهم النهاردة ناس بتضحي بحياتهم، فأنا كمواطن مصري لو معايا 100 جنيه بس واشتريت بيه سهم فأنا ببني بيه طوبة في بلدي. صحيح. بغض النظر بقى انا هستفيد ده سهم ولا سند وعائده ايه، فلا ان شاء الله يروحوا كلهم ابني مصر واستفيد، مصر تتبني. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. صحيح. ده اكتر اخر حاجه رأي حضرتك. في ناس بتموت، وبشكر حضراتكم جدا، وبفكركم انه اليوم هناك طاقه امل واسعه في
فتحت للشعب المصري، وهناك أيضا أشخاص، رجال، شباب مصري دفع حياته ثمن لمستقبلنا إحنا ومستقبل ولادنا. بنقدم التعازي للشعب المصري كله وأسر الشهداء الشهيد الرائد طارق محمد سامح وأربع مجندين استشهدوا على يد الإرهاب اليوم. وبعتقد أنه إن إحنا طول الوقت قادرين على إن إحنا نتجاوز مثل هذه الصعاب والعقبات ونتقدم إلى الأمام إن شاء الله. بشكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شرفتنا ونورتنا يا فندم. الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أهلا وسهلا. والدكتور عصام خليل سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، نورتنا. وأشوف حضراتكم إن شاء الله يوم السبت الجاي بس على سي بي سي إكسترا، وبداية جديدة ومرحلة جديدة من برنامج لازم نفهم، إلا حضراتكم أصحاب الفضل الأول في نجاحه خلال الثلاث سنوات الماضية بعد ربنا. لازم نفهم كان برنامج أسبوعي والآن أصبح من السبت إلى الثلاثاء. ربنا يعني ويعين حضراتكم. أربع حلقات أسبوعيا. فني شو يعني حاجة. حاجة الرئيس النهاردة لما بيقول هي سهم وسند، احنا ممكن ناخدها من احساس سهم للفقر وسهم للعدو وسند في ظهري. نعم بالله. يا رب سند في ظهرنا كلنا ان شاء الله باذن الله. برنامج لازم نفهم يوم السبت على سي بي سي اكسترا الساعه 10 هنتظر حضراتكم. هذا البرنامج يستمد مادته وحلقاته وتحقيقاته التلفزيونيه من قضاياكم الاساسيه. هنحاول ان احنا نمشي بنفس الروح، ان احنا نبني، ان احنا نطرح قضايا مسكوت عنها في المجتمع. هنكون مختلفين شويه ان شاء الله عن التوك شوز او البرامج السياسيه، مع ان انا مؤمن ان حياه الناس ورغيف العيش وكل حاجه في الدنيا انبوبه البوتاجاز والمستشفى والمدرسه هي اصل وجوهر ولب السياسه. وهذا البرنامج سيكون فيه لاول مره في على شاشات التلفزيونات المصريه او الفضائيات او في البرامج المسؤول الحكومي بكل مستوياته بيواجه الناس المواطنين. لن تحدث مواجهه أو مناظرة بين نخبة سياسيين وسياسيين يساريين وليبراليين أو غيره، لا. سيكون هذا البرنامج إن شاء الله لازم نفهم في بدايته الجديدة من يوم السبت على سي بي سي إكسترا الساعة 10 هو صوت الناس والمكان اللي بيواجه فيه الناس المواطن العادي المسؤولين عن الحكومة ويراقبهم ويقول لهم إن أنا معترض على كذا وأنا شايف حلول كذا كمان. بشكر حضراتكم جدا وأشوفكم السبت بإذن الله. تصبحوا على خير.